بسم الله، لو في لعبة أو برنامج بيشتغلوا على الأندرويد وأنا ما عنديش أندرويد، فمحتاج إن أنا أشتري واحد أو أعمل سيموليشن على الويندوز، فإزاي أشغل الأندرويد على الويندوز بتاعي؟ في برنامج اسمه NOX، هتلاقي الرابط بتاعه أسفل الفيديو. ده عبارة عن إن هو بيشغل لي كل الحاجات الخاصة بالأندرويد على الجهاز بتاعي. ده الويندوز هوت، تقدر تكبر الشاشة من هنا. وفي حاجات كتيرة بتساعدني على الشغل، كأن في زراير موجودة تقدر تعلي الصوت، توطي الصوت، تكتم الصوت، تعمل زوم براحتك. يعني هو بيقول لك هو كنترول مع ماوس، تعمل زوم. هو بيبدأ يقول لك على بعض الاختصارات اللي موجودة. هتلاقي هنا حاجات مثلا تقدر تصغر، تقدر تثبت، تقدر تشوف خصائص سيستم سيتنج. هو الاندرويد اهو هيفتح، فبتلاقي هنا بقى الشحن، بتلاقي الشبكة، بتلاقي الساعة، التاريخ، الحاجات ديت. تبدأ بقى البرامج تظهر، تقدر تعمل سيرش على أي حاجة أنت عايزها، تقدر تشغل تطبيقات. يعني على سبيل المثال مثلا زد أمريكان ده بيشتغل عندي على الايفون، فاضطريت ان انا اعمل له سيميوليشن على البرنامج دوت. هتلاقي كل الحاجات ممكن تيجي هنا وتقول له بلاي ستور، وتدور على اي برنامج انت عايزه تسطبه وتشتغل عليه عادي بدون اي مشكله خالص. تقدر تعمل المحتوى، تقدر تشوف كتب مثلا نازله، تقدر تحملها لعب معينه. على سبيل المثال مثلا انا حاطط هنا حاجات، شويه حاجات خاصه بال السيموليشن. انت لو جيت هنا تبدأ بقى تظهر عندك الحاجات. عمل حد حاجة خاصة بالاوجمانتد رياليتي، لعبة ديناصور مثلا بتبدأ تشوفها اوجمانتد رياليتي. هو برنامج بس ان هو خفيف وسهل الشغل عليه. ده اوجمانتد رياليتي، يعني تبدأ تشغل الكاميرا وتشوف حاجات، وتبدأ تشوف كأن في ديناصورات جنبك. تمام، في برامج كتيرة تقدر تحملها من على الأندرويد، الأندرويد المستون، إن أي حد يقدر يرفع تطبيقات، فبتلاقي تطبيقات كتيرة موجودة. تبدأ بقى تلعب اللعبة ديت. الكاميرا اشتغلت، المفروض بقى تظهر بقى ديناصورات وتبدأ تتعامل معاها.